هتنزل ازاي دلوقتي يا عبد الله؟ انت خلاص ما بقتش تقدر تتحرك عشان تعمل اي حاجه، لازم يتشيلك ويتحطك. انا بجد مش عارفه انت عملت كده ازاي. لا ده انا اعجبك، ده انا بوهيت. هو لسه فيه الروح؟ انا عارفه اللي عمل فيك كده. عبد الله خد يا اخويا، ارفع معايا كده لفوق. مهدي لو رحت هروح وراك، انت عارف ان روحي مربوطة بروحك، واللي بيني وبينك مش بس اتنين متجوزين وبينهم عيال، لا دي دنيا محدش يعرفها ولا عاشها ولا حد غيرنا هيعرفها ولا يقدر يعيشها. لو جام هيقول، ولو قال هتبقى نصيبة يا مرار الطافح. ليه عملت كده؟ هقول ايه؟ الشيطان ضحك علي، قال لي يلا اخلصي منه ومن زنه على عبد الحكيم. بس ما ماتش، ما ماتش يا مراري. وهيقوم وهيحكي وهيقول، وعبد الحكيم هيقتلني يا مرار الطافح. يا نهار مجندل، صح هو ممكن يموت؟ ايه زعلانه انه هيموت؟ من امتى بتزعلي عليه ولا يهمك امره؟ لا يا فوزيه، مهما كان ده اخوكي انتي، صح في حاجات كتير مش قبلها ومش حباها في اللي بيعمله، بس يموت لا، يسيب الدنيا لا. وبعدين لا قدر الله يموت عبد الحكيم وتلاقي نفسك في يد كريمة وبناتها، ولا في يد جبرية أولادها، لا لا. اوعى تسيبني يا عبد الله، اوعى. يا رب انت اللي قادر على كل شيء، يا رب لو في عمري لسه بقية يبقى معاه، ولو راح برضو معاه زي ما عشت عمري كله معاه. هروح معاه، يا هروح وراه.